ندخل ثلاجة الخرفان، خلينا نشوف ثلاجة الخرفان كيف يكون الخرفان عندنا في بريطانيا. ما شاء الله. Do you have a small lamp? Yes, plenty. I need baby lamp. I give you baby like you. Okay. Thank you. يقولوا أعطيك واحد صغير مثلك. Test you bring it. ما شاء الله. Yeah. Just test different. Cooking different. How many kg this one? This one. Small. 13 كيلو. هذا 14 تقريبا، هذا 14 كيلو. 12 كيلو صغير كمان. ما شاء الله. كم؟ You bring it now. Do you have it now? No, it's open it. Oh, I will bring one for you. Please, هذا جبت له قبل سنتين سبحة ويقول جيب لي غيرها سبحة ثانية. ما شاء الله تبارك الله. How much all of this? Whole 10 كيلو ونص. شوف الخروف هذا. 10 كيلو ونص طبعا. هذا كله بيروح وين؟ بيروح للمطبخ السعودي في نيوكاسل. هذا كله تروح للمطبخ السعودي في نيوكاسل. لحمنا ما شاء الله تبارك الله صغير ومثل ما تشوفون. كم؟ 11. ما شاء الله تبارك الله. كم كيلو تقول لي؟ 11 ونص. ما شاء الله، هلا باللباني. يلا توكل على الله. لوك غزال، هذا احسن من الغزال. شوف نو تايدي، اوكي نو كلين. Just I will tell you how can you cut it. Okay, thank you. ما شاء الله تبارك الله. اللحم ما شاء الله شبط عينكم طبعا. الحلال كلش هذا صغير مره. ناخذ هذا ان شاء الله. This is a baby. It's a male, no female. This is boy. How many kg? This one habibi 11. This 11 kilo and half. And this one 10 kilo. هذا كويس لكن مشكلته ما في فات كثير، لذلك اللحمة تطلع شوي قاسية. This is good. Yeah. This one. This is halwa. This is very nice. إلى ما كيلو ونص. Okay, give me this one, please. Okay, baby. Okay. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله مداد. ما شاء الله. يلا توكل على الله. تعال حبيبي تعال. Wait.